حديث الصحافة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في جولة جديدة من جولاتنا في حديث الصحافة. واليوم سنركز في جولتنا على الصحف التركية، والبداية مع قناة TRT التركية، والتي كتبت في خبر لها حول اعتذار السعودية عن عضوية مجلس الأمن تحت عنوان السعودية تعتذر عن عضوية مجلس الأمن. أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الجمعة اعتذارها عن عضوية مجلس الأمن حتى يتم إصلاحه، وذلك لازدواجية معاييره. كما ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، السعودية انطلاقا من مسؤولياتها التاريخية تجاه شعبها وأمتها العربية والإسلامية، وتجاه الشعوب المحبة والمتطلعة للسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، لا يسعها إلا أن تعلن اعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعليا وعمليا من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين. وقالت الخارجية السعودية أيضا، يسر المملكة العربية السعودية أن تتقدم بخالص الشكر وبالغ الامتنان لجميع الدول التي منحتها ثقتها بانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن للعامين القادمين. وأضافت أيضا الخارجية السعودية بأن المملكة العربية السعودية، وهي عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة، لتفتخر بالتزامها الكامل والدائم بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، إيمانا منها بأن التزام جميع الدول الأعضاء التزاما أمينا وصادقا ودقيقا بما تراضت عليه في الميثاق هو الضمان الحقيقي للأمن والسلام بالعالم. وتابعت أيضا وزارة الخارجية السعودية في بيانها بالقول، كي نشارك على نحو مباشر وفعال في خدمة القضايا الدولية، فإن المملكة العربية السعودية ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين. وأردفت الخارجية أيضا في بيانها بأن بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم ل65 عاما، والتي نجم عنها عدة حروب هددت الأمن والسلم العالميين، لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته. وقالت أيضا بأن السماح للنظام الحاكم في سوريا بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع وبدون مواجهة أي عقوبات رادعة، لدليل ساطع آخر وبرهان دافع أيضا على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال أيضا إلى موقع هبرلر الإلكتروني التركي، والذي كتب عن إطلاق سراح اللبنانيين المختطفين في سوريا تحت عنوان إطلاق سراح اللبنانيين المختطفين في سوريا وعبورهم إلى تركيا. أعلن التلفزيون اللبناني مساء الجمعة بأن المواطنين اللبنانيين 9 المختطفين في سوريا أطلق سراحهم وعبروا إلى الأراضي التركية. كما أذاع التلفزيون اللبناني بأن المواطنين 9 والذين اختطفوا في مدينة عزاز الحدودية شمال سوريا قبل نحو 5 أشهر بينما كانوا عائدين من إيران أطلق سراحهم الليلة، ومن ثم
عبروا إلى الأراضي التركية. من جهته أكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل المعلومات التي تفيد بإطلاق سراح اللبنانيين 9 في سوريا وعبورهم إلى تركيا. وأضاف شربل في تصريحات أدلى بها لمراسل التلفزيون التركي في بيروت أنهم لا يملكون معلومات حتى الساعة حول الطيارين التركيين المختطفين في لبنان. بالانتقال أعزائي المشاهدين إلى وكالة أنباء جيهان التركية والتي كتبت خبرا عن الرئيس التركي عبد الله جول تحت عنوان جول الأمم المتحدة تفقد اعتبارها. قال الرئيس التركي عبد الله جول بأن منظمات الأمم المتحدة بدأت تفقد اعتبارها لدى الكثيرين لفشلها حتى اللحظة في التعاطي مع العديد من القضايا الإنسانية التي يشهدها العالم. وأوضح جول في تصريح صحفي أدلى به فور خروجه من أحد جوامع إسطنبول عقب أداء صلاة الجمعة بأن بلاده ترحب بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بالاعتذار عن قبول العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن عن المجموعة الآسيوية لمدة 2، وذلك حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعليا وعمليا من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين. وأضاف الرئيس التركي بالقول الأمم المتحدة تفقد اعتبارها على المستوى الإنساني لدى الجميع حول العالم، ولقد انتقدت أداءها الهزيل بعبارات شديدة اللهجة خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد الشهر الماضي. ويضيف الرئيس التركي بالقول وآمل أن يفيق العالم من سباته العميق وأن يسهم الموقف السعودي في لفت انتباه الجميع إلى ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها الإنساني على أكمل وجه. صحيفة يني شفق التركية أيضاً كتبت على صفحتها الإلكترونية نجل مرسي والدي يعدكم بالنصر والقصاص للشهداء. قال أسامة نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن والده يعد بالنصر والقصاص لدماء الشهداء في القريب العاجل. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها نجل مرسي مع منظمي مسيرة مؤيدة لوالده في محافظة المنيا وسط البلاد، وتم إذاعة المكالمة عبر مكبرات الصوت ليسمعها جميع المشاركين في المسيرة. ونقل أسامة عن والده قوله إن الانقلاب سينتهي قريبا وسينتصر الحق على الباطل، وكل ما أصاب المتظاهرين الصامدين من أذى سوف ينتهي بالخير الكثير. وأضاف نجل الرئيس المعزول والدي يقول لكم ولكل الصامدين في ميادين مصر كل عام وأنتم بخير، وسننتصر على الأعداء وسنقتص لدماء شهدائنا في القريب العاجل. وكان عدد من أنصار الرئيس المعزول بالمنيا نظموا يوم الجمعة مسيرة بالدراجات البخارية أعقبها مسيرة أخرى سيرا على الأقدام شارك فيها عدد من الشباب والفتيات مرددين هتافات مناوئة للجيش والشرطة ورفعوا صورا للرئيس المعزول مرسي. ومنذ الإطاحة به في 3 تموز الماضي على يد الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية يبقى مرسي قيد الاحتجاز في جهة غير معلومة تنفيذا لعدة قرارات بحبسه احتياطيا على ذمة اتهامات له من بينها التخابر مع جهات أجنبية وإهانة السلطة القضائية والتحريض على القتل والعنف.
أعزائي المشاهدين، بهذا نصل إلى ختام جولتنا لهذا اليوم في حديث الصحافة، آملين بأن نراكم في جولات قادمة. في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.